أخبار اليوم. عايزين نقول للرئيس كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة وربنا يديله الصحة كده ويخليه لينا. هابي بيرثي داي تو محمد حسني مبارك. النهارده بنحتفل بيه في مستشفى معادي العسكري، واتمنى ان يكون يوم جميل النهارده ويمشي زي ما احنا عايزين. ناويين تعملوا النهارده يعني؟ هنحتفل بيه وجايبين له ورد وحاجات حلوه ونملين ان احنا نشوفه بس نطمن عليه. نقول له كل سنة طيب، احنا جايين له من فيها مخصوص عشان نقول له كل سنة طيب يا رئيس، وتحية لحسني مبارك. بقول للرئيس كل سنة وانت طيب، وبجد يا رئيس مش هيجي زيك ابدا، واحنا ما حسيناش بالامان في حياتنا غير في عهدك وفي عصرك، ويا رب ان شاء الله ترجع لنا بألف سلامة وكل سنة وانت طيب. صور صورها مع ال الصوره بتاعتي.